السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. طبعا زي ما أنتم عارفين اللي احنا بنعرض على قناتنا كورس اللغة الإنجليزية الشامل من الصفر حتى الاحتراف، واحنا الحمد لله بدأنا هذا الكورس وأتممنا فيه 10 محاضرات أو 10 فيديوهات حتى الآن، وأخبرنا إن إن شاء الله بعد كل 10 فيديوهات هيتم اختيار 10 فائزين من الأشخاص اللي بتتفاعل مع الكورس. طبعا في أشخاص كتير جدا بتتفاعل مع الكورس، ولكن احنا حاولنا ان احنا نختار اكتر 10 او اكتر 10 اشخاص متفاعلين من حيث كتابة التعليقات اسفل الفيديو، اسئلة حوالين الدروس، حل واجبات المحاضرات او الفيديوهات الخاصة بالكورس، فكل ده لعب دور اللي احنا نختار هؤلاء ال10 فائزين. تمام كده؟ فإن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو هنعرض الفائزين وهنعرض صور الشهادات اللي تم منحها لهؤلاء الفائزين من خلال قناتنا. بس قبل ما نعرض لكم الصور بتاعت الفائزين، حابب بس اوضح ايه اهميه الشهاده اللي احنا بنعرضها في قناتنا، يعني شهاده اللغه الانجليزيه اللي احنا بنعطيها دي ايه فائدتها. اولا يعني انت دلوقتي بتحضر معانا الكورس، فالاثبات اللي انت بتحضر معانا الكورس، لو حد سالك مثلا ايه دليلك اللي انت بتحضر الكورس مثلا كورس اللغه الانجليزيه، لا انا معايا شهاده، الشهاده دي بتثبت ان انا فعلا بحضر هذا الكورس. تمام كده؟ تاني حاجه ان الشهاده دي بتفتح لك مجالات كتير، اي شهاده بشكل عام يعني اي كورس انت بتحضره بتاخد منه شهاده، ده بيزود يعني من نسب قبولك مثلا في المنح، في شغل، في حاجات كتيرة جدا. فبالتالي لما تيجي تقارن مثلا واحد معهوش شهادات او معهوش كورسات حضرها بواحد مثلا معاه شهادات واشياء اخرى، فبالتالي الشخص اللي بيكون معاه الشهادات والحاجات دي بتزود من نسب القبول في المنح. واحنا طبعا قناة بنعرض منح، فحبينا ان احنا كمان نزود ميزة الكورس اللغة الانجليزية ونزود ميزة شهادة اللغة الانجليزية اللي هي يعني تخلي ليك كمان حاجات اضافيه، مهارات اضافيه، انك معاك شهاده بتثبت حضورك لكورس لغه انجليزيه من قناه موجوده على اليوتيوب بتعرض فرص ومنح وكورسات. تمام كده؟ فدي حاجه ممتازه. برضو الحاجه الثالثه ان الشهاده دي حاجه تحفيزيه ليك، يعني انت دلوقتي بتحضر الكورس فاحنا عايزين ندعمك واحنا عايزين يعني نشجعك اكتر، فعشان كده برضو بنمنحك هذه الشهاده. فدي اهميه الشهاده اللي احنا بنعطيها. فإن شاء الله بإذن الله دلوقتي بقى هنروح نشوف الأشخاص الفائزين وصور الشهادات بتاعتهم اللي تم منحها من قناتنا، وبعد كده لما نعرض لكم الفائزين هنتكلم بعدها إزاي ممكن أنت تكون أحد الفائزين القادمين في المرحلة القادمة اللي هيتم اختيار فيها الأشخاص المتفاعلين مع الكورس. تمام كده؟ ودلوقتي بعد لما شفنا صور الاشخاص الفائزين الحاصلين على الشهاده من خلال قناتنا، دلوقتي خلينا نتكلم ازاي انت ممكن تكون احد الفائزين من خلال يعني بعد لما نكمل ان شاء الله 10 محاضرات جايين من الكورس، ازاي انت ممكن تكون احد الفائزين للحصول على هذه الشهاده. طبعا ان شاء الله احنا الاشخاص القادمين هنزود عددهم اللي هيحصلوا على الشهاده بعد 10 محاضرات، هيكونوا 15 شخص وليس مثل هذه المره 10 اشخاص، فهتكون دي ميزه برده كويسه. دلوقتي خلينا نتكلم الخطوات اللي تعملها عشان تخش في المنافسة وتكون أحد الفائزين. أولا أنت تتابع الكورس عادي جدا زي المعتاد، تتابع الكورس، تحل واجبات الكورس، تكتب في التعليقات أسفل الفيديو، يعني تثبت حضورك أنك فعلا موجود وأنك فعلا بتتابع الكورس وبتشاهد. تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة إحنا عايزينك أنك تساعد الأشخاص الآخرين، يعني أنت بتستفاد من القناة عندنا وبتستفاد من الكورس اللي احنا بنقدمه والمحتوى اللي احنا بنقدمه، فايه المانع انك تفيد غيرك؟ يعني في ناس بتبقى عايزه تستفاد مثلا من كورسات، من منح، من اشياء كتيره جدا، بس مش عارفه ازاي تبدا، مش عارفه فين الحاجه اللي هتساعدها، فبالتالي احنا عايزينك تعمل الحاجه دي. طيب ازاي ممكن تساعد اشخاص اخرين؟ احنا عملنا جروب على التليجرام، الجروب ده هيتم نشر فيه كل شيء عن الكورس اللغه الانجليزيه، يعني اي فيديو جديد هينزل على القناه هيتم وضعه على الجروب ده، اي واجبات هتكون مثلا معروضه من خلال الكورس هيتم وضعها على الجروب، يعني اي شيء على الكورس ده هيتم وضعه على الجروب ان شاء الله. تمام كده؟ طيب انت المطلوب من حضرتك انك هتدخل للجروب ده وتحاول تساعد اشخاص اخرين ان هم يدخلوا لهذا الجروب، فبالتالي لما اشخاص جديده تدخل هي هتستفاد، هتنضم لهذا الجروب وتخليهم كمان ينضموا الى القناه، فبالتالي هيستفادوا من الاشياء الموجوده والمحتوى الموجود على القناه، وانت كده فدت نفسك وفدت غيرك. تمام كده؟
طيب انت المفروض تجيب كام شخص، يعني كام شخص تدخلهم لجروب التليجرام وتخليهم يشتركوا على القناة بتاعتنا؟ على الأقل تجيب 5 أشخاص، تمام كده، من أصدقائك، معارفك، أشخاص تكون مهتمين بالكورس، يعني يكونوا مهتمين بالكورس إن هم عايزين فعلا يتابعوا حاجة جديدة ويعرفوا أشياء جديدة وتعلموا لغة جديدة، مش أي أشخاص وخلاص. مثلا تجيب شخص إنك مثلا أنت عايز تشترك في المنافسة وتحصل على الشهادة، فتروح تجيب مثلا والدتك، والدك، أو أشخاص مش مهتمين بالكورس. لا، إحنا عايزين ناس تكون مهتمية بالكورس عشان تكون في فائدة من الموضوع، ما يكونش أشخاص متواجدين وخلاص، تمام كده. فأنت مطلوب منك تدخل 5 أشخاص على الأقل، عايز تزود أشخاص آخرين مفيش مشكلة، بس على الأقل يكونوا 5 أشخاص. طيب ازاي هنعرف الاشخاص اللي هم انضموا على القناة واللي هم انضموا على جروب التليجرام؟ ازاي نعرف ان الاشخاص دول جايين من خلالك انت عشان تكون مؤهل للمنافسة للحصول على الشهادة في المرحلة القادمة؟ طبعا لما بينضم الاشخاص على جروب التليجرام بيكون الانضمام عن طريق رقم الهاتف، فبالتالي احنا طالبين من حضرتك ان في استمارة موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. الاستمارة دي انت هتخش وتحط ارقام الاشخاص اللي انت هتدخلهم للجروب، يعني اي مثلا شخص هيدخل من خلالك للجروب انت هتاخد رقمه وتحطه في الاستمارة الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو، والاستمارة دي هتكون مسجلة بايميلك انت. فبالتالي احنا لما نيجي نراجع الاشخاص المؤهلين للحصول على الشهادة ونلاقيك مثلا انت ضفت ارقام الاشخاص دول، والاشخاص دول فعلا موجودين في الجروب ومتفاعلين ومشتركين في القناة، فكده احنا هنعرف ان الاشخاص دول تبعك انت، تمام؟ يعني هيكون المعرفة عن طريق انك هتضع في الاستمارة ارقام الاشخاص اللي انت هتجيبهم. وطبعا تقدر تحط الارقام في اي وقت، يعني مثلا انت جبت النهاردة شخص، فتدخل للاستمارة وتضيف رقم الشخص ده، يعني تكتب رقم الشخص. طيب بكرة جبت شخص تاني، ممكن ترجع للاستمارة وتعدل فيها وتضيف الشخص التاني والتالت وهكذا. شوف انت عدد الاشخاص اللي انت عايز تجيبهم وتقدر تضيف في كل مرة وتعدل في الاستمارة، بحيث ان في المرحلة النهائية لما احنا نيجي نراجع الاستمارة نلاقي مثلا انك على الاقل جبت 5 اشخاص ارقامهم موجودة، ونطابق مثلا هذه الارقام بارقام الاشخاص المتواجدين على جروب التليجرام، فنلاقي ان هم فعلا اشخاص حقيقيين متواجدين، ونلاقيك انت بتتفاعل زي ما قلنا في الخطوة الاولى انك بتتفاعل انت كمان مع الكورس ومهتم بيه وبتتابعه، فكده انت بتكون مؤهل للحصول على الشهادة. طيب دلوقتي احنا وصلنا لنهاية الفيديو، وقبل ما نختم بس احب انوه كده سريعا، يبقى عشان تشترك في المنافسة وعشان يتم اختيارك من احد الاشخاص اللي هيحصلوا على الشهادة، يبقى انت هتنضم لجروب التليجرام وتحاول تجيب اشخاص اخرين على الاقل 5 ينضموا للجروب ويشتركوا في القناة برضو. وهتلاقي رابط جروب التليجرام موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، ورابط الاستمارة اللي انت هتحط فيها الاشخاص اللي انت هتجيبهم، هتحط فيها ارقام هؤلاء الاشخاص، موجود ايضا في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وبرضو ما تنساش ان انت تتابع الكورس وتهتم بيه عشان يكون ليه فايدة ليك باذن الله. وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والنجاح والفائدة للجميع بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.